مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي اتوجه لكل اللبنانيين لانه ما تعودنا ولا مره الا ما نتوجه لكل اللبنانيين على مساحه الوطن. وطبعا بدنا ننحني امام كل الدماء يلي بعدها عم تنذرف، يلي بعدها عم تسقي ترابنا حتى يعيش الوطن. ولكن كمان بدنا نشد على صمود الاهالي ان كان ببيوتها او بمنازلها او بمصانعها أو بأماكن عملها حتى يستمر البلد، لأنه نحن بالنتيجة أبناء الحياة. أما بموضوع المستشفيات والمصابين والألم والوجع، يمكن ما بلاقي كلمة أوصف فيها الوجع والألم، خصوصاً أنه هؤلاء الناس مدنيين عزل، كتار منهم بعدهم بالمستشفيات، كتار ما بعرف إذا رح يقدروا يرجعوا على بيوتهم لأنه تدمرت بيوتهم. ولكن الحلو بلبنان انه هالقيمه المضافه هي هاللحمه يلي ظهرت من اول يوم. ولكن بسال سؤال، كنا عارفين وحاسين انه ممكن الوضع يتدهور، ممكن يصير في اعتداءات، ولكن يا ترى شو هي البلان بي بلان سي؟ شو نعمل؟ دغري ركضنا مع الازمه وبلشنا نلملم الامور، وبعدنا لهلا عم نلملمها، وبعد في ناس عم بتنام بالسيارات، بعد في ناس بعدها صامده ولكن ما حدا اطلع فيها. وبالوقت يلي في كتير ناس فتحت بيوتها، فتحت مؤسساتها، لانه هلا الاولويه هي انه الناس تنضب تحت سقف، وايضا يكون عندها دواء، يكون عندها استشفاء. اليوم رح بلش حلقتي مثل العاده بمعلومه. يمكن أكثر شيء معلومة اليوم هي نذكر دائما بخطوط الاتصال الساخنة بخدمة المواطنين، إن كان لمراكز الإيواء، إن كان بعكار 7934-76، 7934-74، الشمال 0644-31-21 و 6-2-6-9-4-3. على كل حال رح نتركهم على الشاشة. بجبل لبنان 0-5-9-2-4-2-2-5، 8-1-0-3-3-9-1-0، بيروت 8-1-0-7-5-4-5-3، 0-1-9-8-7-0-0-1، البقاع 0-8-80-82-11، 81-47-93-42. بدنا نذكر دائما انه الصليب الاحمر 140، بدنا نذكر انه 1787 هو كمان لوزارة الصحة، 1214. وطبعا الكل بانتظار اكيد الاتصالات إذا في أي شيء بيقدروا يساعدوا. ولكن اللي كمان هيك فاجأني إنه ما لقيت ولا خط ساخن للجنوب، خصوصا بأقصى الجنوب على الحدود يلي بعدها المناطق صامدة بمن فيها. واليوم بيصيرني كتير إني استضيف رئيس بلدية رميش الأستاذ ميلاد العلم، يلي أهلا وسهلا فيك رئيس، وحمد لله على السلامة. بأيار الماضي 21 أيار بتذكر عقدت مؤتمر صحافي، والمؤتمر الصحافي انعقد بالمركز الكاثوليكي للإعلام، أعلنت فيه لجنة متابعة للقطاع الشرقي، للقطاع الأوسط، للقطاع الغربي، ل14 بلدة مسيحية على الحدود اللبنانية، ويلي لليوم هذه البلدات بعدها صامدة بأهلها، مع العلم أنه نزح البعض منهم إلى أهليهم في لبنان، إن كان في بيروت أو في جبل لبنان أو في الشمال أو في البقاع. ولكن هالناس اللي صامدة وهالناس اللي نزحت ما سمعنا إنه صار في تواصل معهم. أولاً بدي أسألك شو الواقع اليوم بهذه البلدات ال14؟ أول شيء صباح الخير لإلك ولكل مشاهدين الأم تي في، وشكراً على الإطلالات المتتالية على الأم تي في، لربما بيوصل صوتنا كلنا بالضيعة المسيحية وبالضيعة كل ضيعة جنوب مش بس المسيحية، لأنه اليوم فعلا عم نعيش ظروف كتير صعبة على جميع الأصعدة. نحن قبل ما نعمل المؤتمر الصحفي ب 21 أيار كنا كل هول الضيعة على تواصل دائم، بس قررنا نحن يكون شيء رسمي عم نعمله ب 21 أيار، وعملنا المؤتمر الصحفي وانطلقنا، وكان أهم بنوده
انه نزور كل المرجعيات السياسيه والروحيه بالبلد. يعني المرجعيات السياسيه يعني دوله رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومه، الوزراء، النواب. دقينا اكثريه البواب فتحوا لنا، وفي منهم ما استقبلونا للاسف، يعني طلبنا معيد وما استقبلونا، ومنهم استقبلونا. اللي استقبلونا وشفناهم لهلا في يمكن شخص او شخصين استجابوا للطلبات اللي نحن كنا عم نطلبها، وهي طلبات يعني منا كبيره، طلبات كانت استباقيه لانه كنتوا حاسين بكل اللبنانيين. او كان في ظروف وقتها كنا عم نطلب هي الطلبات، مثلا طلبنا قصص للدفاع المدني. نعم. اللي هو مش من اختصاص البلديه تطلب، يعني في نعم. في مدير عام للدفاع المدني كان فيه يوقف كمان بهذاك الوقت حد اهل الجنوب وحد الدفاع المدني بما انه هو المدير العام، كان فيه يلبي هول الطلبات. نحن كنا عم نبرم نجول على كل المرجعيات تنطلب مساعدات للدفاع المدني، لانه اذا بتتذكروا كان في كثير حرائق بهيداك الوقت. صح. والدفاع المدني كان عم بيروح يطفي تحت النار وباللحم الحي، يعني حتى بواط، كاسكات، دروعة ما كان عندهم، كنا عم نطلب لهم. ومن المرجعيات اللي زرناها كمان مدير عام الدفاع المدني، وما كان في استجابه مثل ما كنا نحن متوقعين. فمنشان هيك نحن هلا من بعد 5 أشهر من هيدا المؤتمر الصحفي اللي عملناه، ولقينا النتيجه صفر لهلا، ما لقينا استجابه ولا من حدا. انا من هون من عندك بنعي كل شيء، مع انه مش وقته هلا، بنعي كل شيء، وزارات وكل شيء بلبنان، لانه صراحه منن على قد الحمل ولا على قد المسؤوليه. اليوم طالما في ناس بعد كان بجنوب لتاريخ 22 ايلول 2024 بكل جنوب ما كانوا عم يسالوا عنهم، طالما اليوم لقبل 22 ايلول يعني ل 11 شهر حرب ما كانوا مفكرين يعملوا مستشفى ميداني مثل اللي نحن عملناه برماش. نعم. مستشفى ميداني صغير على القليل يجيبوا كل شيء بيتعلق بالجروحة، بالحروق، أدوية يعني للعالم، الإسعافات الأولية، إسعافات أولية، أدوية إذا العالم بقيت، تأمين أدوية المزمنة كمراكز صحية. هيدا يعني هيدا أقل الإيمان أنه ينعمل، كان أنه مفروض هيدي كل القصص تتأمن، مواد غذائية، كان في ينقلوا العالم من ضيعة لضيعة أأمن. اول الحرب كان في قواعد اشتباك معينه. نعم. يعني اللي قاعد على البلو لاين كان 3 كيلو على الخط الازرق، على الخط الازرق 3 4 كيلو يروح على ضيعه ثانيه اكثر امان. يعني كان هول الناس اللي كانوا عم ينقلوا من ضيعه لضيعه كمان كان بدهم متابعه، بدهم خليه ازمه تشتغل معهم، بدهم فرش، بدهم مواد غذائيه، بدهم مي، بدهم ادويه، بدهم كل المستلزمات اللي بتنطلب بايام الحروب. ويعني واكيد انا اكيد 100% انه هن او متناسين او ما بدهم، او يعني بطل يعني لهم الشعب اللبناني. يعني اليوم هن بس عم يفكروا شكلهم بمصالحهم، لانه اذا هن شوي كانوا عم يفكروا وبيعرفوا انه لبنان هو بلد على طول عايش بحاله حرب، يعني بيعرفوا كل المستلزمات اللي بيطلبها المواطن بايام الحرب، وهيدا الشيء ما انعمل على طيلة 11 شهر. يعني 11 شهر كان في خلية أزمة ما عملت هيدا الشيء كله. يعني كان في تقريبا 500-600 ألف نازحين من ضيعة للتاني. نعم. فكيف يعني ما فكروا ولا مرة إنه بكرة يمكن تكبر الحرب؟ هيدا الشيء نحن ما أخذنا قراره، نحن مش عم نقدر ناخذ القرار. يعني هن عارفين إنه مش هن أخذين القرار. وحاليا بعد هال 14 بلدية مسيحية بعدكم عم تلتقوا كرؤساء بلديات، عم تنسقوا مع بعضكم، بعد في ناس بالمنطقة؟ أكيد أكيد بعدنا على تنسيق دايم نحن وكل البلديات. هلأ رح سميلك أكترية البلديات يعني الموجودين. نحن ال 14 بلدية في علم الشعب، علم كمان اللي بعدها لليوم عم تتعرض، علم الشعب فضيت هلأ تقريبا فيها شيء 35 شخص ضيعة كاملة فضيت. أكترية بيوتها تعرضت للأسف، للأسف ما بعرف مين اللي بده يعوض على هول الناس.
أهاليها كلهم تركوا تيلة 11 شهر كمان حسب ما كنا عم نفهم من رئيس البلدية وأعضاء البلدية أنه ما كان حدا عم بيعود عليهم حتى وهن مطرح ما نزحوا يعني. مطرح ما نزحوا وهن مش قاعدين ببيوتهم. في الأوزح كمان ضيعة بالقطاع الغربي، عين قبل، دبل، رماش، ليعة، مرج عيون، دير ميماس. يعني بعد هذا البريك رح نرجع نكمل، ويمكن صار معنا رئيس بلدية دبل على الخط، بس بعد البريك. منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع رئيس بلدية رماش الأستاذ ميلاد العلم. أستاذ ميلاد صار معنا على الخط زميلك انقطع الخط مع دبل، مع كان رئيس معنا، كان معنا رئيس بلدية دبل أستاذ خليل حنا. رئيس، كنت عم تحكي عن بقية الضيع يلي بعدها في ناس فيها، يعني ما نزحوا بعد، يعني بعد فيها عدد لا بأس به بهذه المناطق. هلا بالمبدا رماش من اكثر الضياع الموجود فيها بعد عالم لهلا. نعم. تقريبا في شيء 1000 عائله، 5000 شخص بعدهم موجودين. من يومين هول اليومين وقتها تأزمت الامور شوي، تقريبا ترك الضيعه ماكسيموم 50 عائله، لانهم عندهم ظروف صحيه او عندهم اولاد او يعني مضطرين يتركوا، او عندهم ادويه او مستشفى لازم يفوتوا. لانه كل هول مش موجودين برماش، وما بنقدر نحن كبلديه نتعامل معهم، لانه اليوم كل مرضى اللي بيغسلوا الكلى، اللي عندهم كانسر، اللي عندهم هولة، نحن ما فينا نتعامل معهم، اصلا ما بحق لنا نشتغل معهم ابدا. يعني نحن مثل ما قلت لك بس على الصعيد، يعني كل الناس اللي نقدر نأمن لهم ادويه. يعني المستشفى الميداني يلي اسستوه، يعني هو الاسعافات الاوليه. صحيح، وان شاء الله ما نعوزه، وان شاء الله ما تعوزه، ولكن هو هلا حاليا ماشي 100%. بس صح. مين عم بيأمن لكم الأدوية؟ مين عم بيأمن لكم؟ لأنه هيدي كمان مستلزمات. نحن بجنب المستشفى الميداني عنا مستوصف عم نشتغل فيه، وبنتعاون نحن مع فرسان مالطا. نعم. فرسان مالطا صار لهم تقريبا 12 شهر من أول الحرب لهلا واقفين حدنا بهيدا المشروع. بلس نحن كل شركات الأدوية اللي حكينا معهم بلبنان قدروا كمان يساعدونا ببعض الأدوية الأمراض المزمنة، وكذا مرة، مش مرة أو مرتين، يعني كل ما كنا عم نطلب منهم مثل فارمالاين، مثل بنتا، ما عم بعمل لهم دعاية، بس الحقيقة وقفوا كلهم حدنا. فمن شان هيك هيدا المستوصف كل يوم كل يوم كل يوم تقريبا بيشوف بين 100 ل 120 مريض. في أطباء، في صيدليه، في معاينات دوريه، الحمد لله. في فحوصات كنا عم نعملها، بس هيدا كله بجهد شخصي، بجهد مبادرات أكيد فرديه. أكيد مش أكيد مبادرات الدوله. أكيد. رح نرجع للدوله وشو المطلوب من الهيئه الوطنيه لاداره الكوارث. رجع معنا على الخط رئيس بلديه دبل، رئيس خليل حنا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وطبعا ننحني امام كل الضحايا اللي عم تسقط يوميا، ودبل كان لها امبارح كمان وقفه حزن مع عائله من العائلات. اليوم كيف بتوصف الوضع بدبل؟ هل بعد في ناس موجوده؟ في ناس عم تنزح؟ لا، في ناس نزحوا. نعم. يعني تقريبا الاكثريه نزحوا، وبعد لا بعد في ناس فوق، وناس نزلوا على رماش. نزلوا على رماش يعني، بس ما نزلوا لا على جبل لبنان ولا على بيروت يعني. بلا، نزلوا ناس، نزلوا على بيروت، نزلوا قعدوا بمدارس، بثانويات، ببتفير. اها. وهلا حاليا الصامدين بعدهم ببيوتهم، يعني اللي بعده فوق. نعم. اللي بعده فوق بعده فوق، هذا نعم ما راح ينزل. يعني في عندي شيء 70 عائله بعد فوق. نعم. وفي عندي 10 عيال نزلوا على رماش، وفي عندي الاكثريه نزلوا على بيروت. نعم. شو الأولويات المطلوبة اليوم يعني دبل كمرماش كما بقية المناطق الحدودية؟ والله كل شيء مطلوب اليوم. شو بعرفني شو بدي أقول لك شو مطلوب؟ مش عارف. وكبلديات يعني كمان اليوم غيرنا حكي قبلنا، ومش مستفيد بشيء يعني. نعم. يعني وكبلديات كمان اليوم يعني صارت مسؤوليات أكبر، وكلنا بنعرف إنه الامكانيات محدوده للبلديات. يعني ما بعرف امبارح بمجلس الوزراء
رئيس امبارح مجلس الوزراء كانوا بدهم يعدلوا موضوع الاشراف، يعني هيئه الاشراف على، ما بعرف اذا عدلوه، صارت بامكان البلديات تتحرك شوي، ما بعرف بالمصاريف. بالمصاريف رئيس في شيء بتحب توجهه عبر الام تي في من دبل؟ يعني بدنا نوجه، شو بدنا نحكي للدولة؟ يعني شو نحن ناسيننا فوق وما حدا عم بيطلع فينا، ومش من هلا، من بعيدة يعني. إذا وجهنا أو ما وجهنا، أنا باعتقادي ما كله ما بفيد شيء، حكي على الفاضي. لازم يفيد على كل حال. يعني اليوم نحن إذا عم نوصل صوتكم لأنه أنتم جزء لا يتجزأ من لبنان، 10452 كيلومتر. نحن منطالب بالجيش اللبناني يطلع يكون عندنا، نعم، لحتى العالم تعيش بأمان فوق. نعم، شكرا لك رئيس بلدية دبل. أهلا فيك رئيس. كنا عم نحكي عن أولويات، يعني اليوم في عنا الهيئة العليا أو في عنا هيئة إدارة الكوارث الوطنية اللي برأسها الوزير ناصر ياسين. ما بعرف اليوم قد يمكن الحمل كتير كبير على الهيئة، ولكن اليوم بلشنا نستقبل مساعدات مشكورة إن كان من الاتحاد الأوروبي أو من الدول الشقيقة. يعني بيسوى كمان أن يكون في التفات إلى هذه البلدات اللي بعضهم أهلها فيها ويلي صامدين، وهن أكثر من 14 بلدة. يعني إذا عم نحكي نحن ما بدنا نفرق بين مسيحي مسلم، نحن بنقول كل البلدات يلي بعدها صامدة على الحدود، كل قرى جنوب الليطاني. فاليوم الأولويات هي أول شيء متابعة النازحين يلي كمان هودي يزورون يعرفوا وينهم اللي نزحوا. هلأ الموجود بالأماكن اللي أمنتها الدولة مراكز الإيواء أكيد، بس اللي موجودين عند أهاليهم عند أقاربهم يعني كمان بدهم التفاتة. عندكم داتا فيهم بتقدروا يعني تزودوا فيها الهيئات، الهيئة العليا؟ أكيد. أنا بس بدي أعلق على موضوع قبل طرحناه، هو نعم. هيئة الشراء العام. هيئة الشراء العام، لأنه نعم إذا عم يعدلوا قانون هيئة الشراء العام تيعلوا السقف، نعم، منشان شو؟ لأنه أول شيء اليوم نحن كبلدية برماش، أنا عم بعطي مثل على بلديتي، لأنه كل المستحقات اللي بتوصلنا بالسنة 7000 دولار. يعني كرمال شو بدي يعلقوا هيئة الشراء العام؟ ما من يعني اين المال؟ ما عم بفهم يعني انه اوكي علينا ونحن ما معنا مصاري وما معنا مدخول. اليوم نحن بدل ما يعلوا السقف يدفعوا مستحقاتهم، يعني يدفعوا مستحقات البلديه او من الخليوي، من المجلس البلدي المستقل، في عندهم من سنين 2019 و20 و21 عندهم 4 سنين لورا. قبل ما يعلوا السقف يدفعوا المستحقات. إذا علوا السقف وما عندهم مصاري البلديات، شو بدهم يشتغلوا؟ شو بدهم بالسقف؟ يعني اليوم بفكروا بقصص خيالية تيلهونا فيها. يعني يروحوا يفتشوا على قصص يفيدوا البلدية. اليوم كانوا وقت اللي كانوا عم يعملوا مشروع الدعم، إذا بتتذكري كان في دولار ب 8000 ودولار ب 5000 ودولار ب 1500 لهول الناس، بينما البلديات ولا مرة فكروا فيهم. يعني اليوم عم تتخيلي أنت، أنا بالبلدية عندي تقريبا 20 موظف، مدخول البلدية 7000 دولار بالسنة. طب كيف هالبلدية بقى تمشي؟ كيف بقى تعمل مشاريع؟ كيف بدها توقف البلدية اليوم؟ عم توقف حتى كل الوزارات، وزارة التربية بيطلبوا منها، الداخلية، البيئة، الزراعة، الأحراش، يعني نفايات. ما حدا نفايات، رفع نفايات، ماي، كهرباء، يعني كيف؟ ما بعرف شو بدهم. ليش عم يعلوا السقف؟ يعني لو هالمدخول شي مليون دولار لكل بلدية فهمنا، يعلوا لهم السقف ويسمحوا لرئيس البلدية. رئيس البلدية أصلا ما فيه يدفع شهرين معاشات للموظفين، شهرين ما بيكفوا. اكيد. فهو هيدا الشيء بتصور بدعه هلا انه يابا نحن عم نعمل شيء للبلديات، وهذا الشيء مش مقبول. يروحوا يفتشوا على شيء يوصلوا للبلديات مصرياتها، لانه البلديات كثير عم تتعب وكاتبين صار لهم من 2019 لهلا كل المشاكل وكل الهموم على البلديات، وهن بس بيطلعوا تعاميم تعاميم تعاميم، والبلديات لازم تطبق وما في شيء مكتوب، يعني مربطة خلينا 100%. رئيس بعرف احنا جايين على موسم شتي كمان، وقضية المازوت، تأمين المازوت، تأمين التدفئة كمان اليوم هيدي انتم بحاجة لها، يعني حتى تأمنوا للمدارس. صحيح. للمراكز، للناس. نحن كمان بدي أرجع لقصة لجنة الكوارث. نعم. نحن أول شيء ما عم نوجه اتهامات لحدا. نعم. نحن اليوم وقتها عم نطلق صرخة لمعالي وزير ناصر ياسين. أنا
اللي بعزه نحن عم نحاول نتصل فيه وزارنا بأحد المرات برميش ونحن جربنا نحكيه. أكيد هو مشغول وبعرف شو بيكون عنده هام وقديه في ضغط وخاصة هلا آخر أسبوع، بس كان بإمكانه يوكل حدا إذا هو مش قادر يحكينا يوكل حدا يحكينا، بس يسألنا شو بدكم يا جماعة هالناس اللي نزحوا. كنت حضرتك عم تسأليني عن الداتا. نعم. أكيد نحن يعني نحن دائما بنمشي مع التطور، نحن من داي 1 عملنا أبليكيشن بالبلدية وصرنا نتابع كل شخص من 29/2023 لهلا، كل شخص وين موجود وشو حاجياته وعند مين ساكن وقد عدد الاولاد واولاده باي مدرسه، يعني كل التفاصيل عنا اياها موجوده. نحن حيلا ان جي او كنا عم نتعاطى معهم بظرف 5 دقائق نعطيها الداتا اللي بدها اياه. يعني وهلا انتم حاضرين تعطوها كمان للهيئه الوطنيه أكيد لاداره أكيد الكوارث. الهيئه العليا للاغاثه زرناها، رئيس الحكومه زرناه، للأسف ما يعني اليوم نلاقي اليوم جواب. كله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني يعني، يعني إذا في أي شيء كله بواسطة الصليب الأحمر اللي بنوجه لهم تحية كتير كبيرة. صحيح كمان صحيح. بالنسبة للمواد الغذائية للأمور كيف عم توصل؟ يعني اليوم نقليات كتير مرتفعة أنتوا عم بتقوموا فيها تتأمنوا دايما ما ينقص شيء، أكيد هالناس اللي موجودين. صحيح. في مسافات. هلا اول شيء بدي اشكر الصليب الاحمر اللبناني لانه دائما موجود مش بس حد رميش، حد كل العالم. وبدي اشكر الجيش اللبناني صراحه، من الجيش اللبناني صار له سنه عم بالمعاناه معنا، يعني وخاصه هلا اخر اسبوع كل يوم كل يوم كل يوم عنده مواكبه يعني بالخطر وموجود حدنا. الله يحميهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بزيد عدد الجيش، وما بيكون هالهدك كله على فريق معين بس بالجيش، لأنه كل يوم عندهم مواكبة، عندهم حالات مرضية، عندهم الغارات، عندهم بدهم يروحوا الجرافات تبعهم، بدهم يواكبوا المواد الغذائية، بدهم يواكبوا الطحين. بتحب توجه نداء قبل ما نقفل حلقتنا؟ أنا بدي وجه نداء لكل الدول العربية الصديقة مثل السعودية، الإمارات، للأمير محمد بن سلمان بالسعودية، أنه يتوجهوا مباشرة لهول هالضياع الموجودين بعدهم على حدود وصمدين. كمان لدولة الإمارات تقلهم يتوجهوا لهم مباشرة بمساعدات لألهم دايركتلي، لأنه اليوم حجم النزوح اللي صار 1,200,000 أكيد نحن رح ننتسى بهيدي الأزمة. والواضح لهلأ أنه ما حدا سأل أنه نحن شو بدنا، غير يعني بعض الجمعيات بلشوا يحضروا شوية مواد غذائية تنقدر نوصل لهم إياها. اليوم هول الناس تقريبا كان في، إذا بنعمل مجموع ضيع في شيء 10,000 شخص هني بحاجة لوقفة، بحاجة لناس توقف حدهم ديراكت تحكي معهم، ما يكونوا منسيين، ما يكونوا منسيين وما يروحوا فراطة. أكيد إن شاء الله. لا أكيد. أهلا وسهلا فيك رئيس بلدية رميش الأستاذ ميلاد العلام. صورة اليوم أكثر ما نتماه أنه لبنان الحلو ما يموت أبدا، يا رب اجعل هذا البلد آمن. على هذا الأمل بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء، وشكرا لكل الزملاء اليوم خصوصا في الأخبار وريبورتر يلي على الأرض لكل المعلومات اللي عم يعطونا إياها بوقتها.